نبيع الاتاي وتنبيع البيض والفروماج والخبز بشريعة الله. يقدر يكرمني الله تعالى في الطيور، يقدر يكرمني الله. كنشوف كاع راسي انا. انت ما تذوب ما عندوش؟ رجعكم حلكم السعادة هذيك. كاين هذاك الخبز. تحسين كيما خصنا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم في القناه ديالي متجر ليلى. اليوم فيديو جديد على القناه، هو فيديو مختلف شويه كما العاده. حنا بقينا في مجال ديال التجاره. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد التاجر اللي التجاره ديالو بسيطه بزاف، اللي كلكم شفتوا التصاور ديالو متداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه الفيسبوك. با محمد اللي كيتواجد في اوراج رضات ماجوريل، اللي كيدير فطور بسيط ديال الدراوش اللي كيترزق بيع الله، اللي فراس مالو بيكالا. غادي نتحاوروا معاه ونشوفوا هو كاين في هذه البلاصه هذه اللي كتشوفوا اللي هي خاويه بزاف وراج رضات ماجوريل. من بعد ما كيمشي بزاف البلايص وكيجري وعليه كيقولوا ليه كتشوه لينا المنظر ديال مراكش، مع ذلك بقى هنايا واخا كيجري عليه مره كيعاود يرجع. دابا راه حاليا ميكين عليه. دابا ان شاء الله غادي نتحاوروا معاه ونشوفوا كيف كيزاول العمل ديالو. يلا با محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. باقي شي اتاي؟ باقي شي يلاه باقي باقي البركه البركه شويه. ايوا الحمد لله. شحال في عمرك با محمد؟ انا اقول دابا جيل 70 سنه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شحال انت كداول هذا العمل هذا؟ هذا الشيء من نهار اش نقول لك، هذه واحد ست سنين. ست سنين تبارك الله. ست سنين. اييه. اشنو كتبيع في؟ تنبيع الاتاي وتنبيع البيض والفروماج والخبز بشريعة الله. مع الناس البوساطة. البوساطة. اللي دايزو صحاب التاكسيات ولا شي حد دايز للخدمة ولا شي حاجة. إيوا الحمد لله. معاش كتجي أبو محمد؟ تنجي تلقاني هنا 8:30 السعود. 8:30؟ إيه. واخا كان الشتا واخا كان واخا كان البرد اللي كان. اللي بيكون اللي بيكون. محمد ديما في البلاصة. إيه تنجي هنا تنجي هنايا. إيوا الحمد لله. الحمد لله. شي بركة في هاد الخدمة. شوية الحمد لله. كاين 60 درهم 70 درهم. إيوا 40 درهم. إيوا الحمد لله. تنخلصوا من الكرا ديالنا وصافي. شويه هنا اش يقول لك، انا اللي ديز اللي ديز اللي جا هو هذاك واللي مشى هو هذاك وصافي. شحال كتبيع كويس ديال اتاي؟ تاع الكويس ديال اتاي بجوج دراهم. ايوا وصيص ديال الخبز. والخبيز ديال الخبز والبيضاء 50 ريال. وزويته الله يسامح. لقينا القناعه بالله. الحمد لله. تنجري على الكرا، الكرا هو اللي اش نجري انايا. ما كنشوف كاع راسي انايا. لا ما عنديش لا والو. والو يدير راسي صافي. شريعة الله. كاري؟ ايه كاري. فين كاري؟ كاري في المدينة في سيدي يوب. كتجي من سيدي يوب حتى لهنا بقى المدينة. على هذا البيكالو حتى نهز عليها كاع هذا الشيء. تبارك الله. ايه. ومعاش كتجي هنا قلتي لي؟ 8:30 السعود. 8:30 السعود. ايه. تتبقى هنا حتى للتسعود؟ لا تنبقى، لا تنبقى حتى لوقيتها هكا الاعلام تمشي. صافي تتكمل. ايه باش ما نبقاش هنا. ايه تنبقى انا مجموعة هنا قاعد هنا ما كان باش تكون خفيف ظريف. شحال كاري عبد محمد؟ كاري 500 درهم 10000 ريال. ايه في السطح. في السطح بيت الصابون ردوه بيت. هي بيت الصابون ديروا ليه الزنق وردوه بيت. ما تيعقلوش عليك هما اللي ما كيجيك الهضره. ما يتحناش معاك. ما يتحنى، انت عرفتي الكرا كيدير. فاش كنتي خدامه بو محمد قلتي لي؟ كنت في وصل. كنتي كويزيني. ايه. دابا انت حاولتي تجيك الخديمه اللي كنتي كتعرف ليها، حاولتي تقريبا تبقى هنايا. ايه تبقى مع العمر كبر ما كاين ترسيم. جيت انا عمر راسي بهكا. لا والو ما كاينش. ايوا الحمد لله. داير شكليا هنا شويه. واه قلت لك مالي ديز ورجع. اللي جا اللي جا معروف با محمد. هذه هي بلاصه صافي شلات الله وهذا. ايوا الحمد لله. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله. الوقت صابت. كنت انا مع الوالده قاعد معاها، توفات الوالده بقيت قاعد ما بقيت ديتها في جوج. ما باقيش بغيتي تجوز؟ ما يشوفش صعب، كل شيء صعب. دابا الكراو كيجيك صعيب. اي صعيبه بنفسي كاع تيجيني صعيب. وصافي كي اللي درتي لي بلوكي. انت دابا اللي رماك لهاد الخدمه غير الكرا صافي. ما كيعقلش عليك شي واحد. لا لا ما كاينش. لا لا تجري على الكرا. لحنين الله رحيم. والو. ايوا الحمد لله. الحمد لله. كنتي مريضه بو محمد ولا خانتك الصحه ولا شي حاجه، شكون اللي غيعاونك؟ شكون اللي يخدم والو الكرا؟ شكون اللي؟ والو هذاك الشيء الله اعلم. ما عرفت الا مرضتي كتمرض ولا كتجي؟ تنقعد غير الجمعه. تنقعد انايا الجمعه. ايه تنقعد ما كنخدم شيء. نهار تتمرض تجي بالزمن لك هنايا. بالزمن لي واخا تكون مريض. تنجي تنجي الحاله
الصحيه ديالك با محمد كي دايره؟ انا مريض بالفتك وشكوى على الله. ايه الفتك وانت نتمنى عند الله بغيت نفتحو ما والو. يلا انا عاد نويت بغيت نمشي للسبيطار عاد نويت. ايوا ماشي ايوا ايوا انت تمشي وتلقى الزحام ونعاود نجي تلقى راسي ما خدمت ما قبت رانديفو ما والو وتنعاود نجي نقعد. ما يمكنش ليك با محمد تبقى بلا كتشوف هكاك. ايوا اتمنى من الله شي حل ديال الخير. اشنو كتمنى اشنو كتمنى با محمد شنو هي الامنيه ديالك؟ كنتمنى شي حد يعاوني في شي سكينه ولا هاد الفتيحه هذا ديال الفسق صافي صافي. هاد الشيء بغيت انا ما بغيت والو غير تفتح داك الفتح ولا شي ماشي سكينه ماشي بيت ماشي كاع الدويره غير بيت غير بيت. ايه هادشي اللي طلع غير بيت ما تير شي بيت لله تعالى صافي. الطلب ديالك بسيط واش اللي طلع هو هذا هادشي اللي بيت اتمنى ما طلبتش شي حاجه والو ويفتح الفتق ديالك صافي هادشي اللي بعدك الفتق با ايوا ما كاين ما تقل انا ساكن دابا تهزات شي دروج هادشي تقل تنهزات شي دروج هو اللي خرج عليا هو اللي دار لي هادشي. ايه ما كرهتيش حتى انت تطور شويه من المشروع ديالك شي كويتير شي ايوا ما شاء الله. كتشوفوا الحالة ديال با محمد اللي صراحة يرثى لها الله يحسن العون. واحد اللقطة دابا شتها طرات فيا هو ما عندوش وراكم شفتوا الحالة ديالو وجات واحد السيدة وصدق عليها ياك با محمد. هذيك السيدة ديما كتصدق عليها جوج الناس جوج الناس انت ما عندكش وكتصدق معلوم الله يجازيك بخير امين. باش تاني نلقاي صدق عليا ديما الدنيا هكا عطيني باش نحسن كما حسن الله عليك كيما شتو كيما شتو هو ما عندوش كيتقاتل مع الكرا وشتو الحالة الصحية ديالو كيف دايرة ما عرفتش اش نقول والله ما باقاش عرفت اش نقول. الله يجازيكم بخير اللي قدر يعاونو بشي حاجة مرحبا. هو ما كيطلب حتى شي حاجة كيطلب غير سكينة ويفتح الفتق ديالو سمحوا ليا يفتح الفتق ديالو اللي كيعاني معاه وما تيقدش يعز الثقل كيما شفتو عنده الثقل هنايا شوية وعلى الابتكارة ديالو. الله يجازيكم بخير اللي قدر يعاونو بأي حاجة أنا ما قدرتوش يتعاونو يجي اللي دايز من هنايا يفطر عنده علاش لا راه كاين وراه حدائق ماجورين. الله يستر عليكم حالة خاصة بزاف كنطلب منكم انكم تساعدوا كنترجاكم انكم تساعدوا هذا السيد اللي يقدر يعاونوا لا بالقليل لا بالقليل ولا بالكثير. غادي نخلي لكم الرقم ديالو مع داك الكليان ديال با محمد. سي مراد اش تقدر تقول لنا على با محمد؟ هذا السيد الله عمره دار ظريف. انا راه تنخدم هنا في هذا الدور تاع البناء كنت يقعد ليها ولكن بحكم تنحتو السلعه وداك الشيء جا لهنا وراه بلاصتو ديما نقيه الله عمرها دار تنعرفوا عليه كيتعامل مع سكين الله عمرها دار حتى اللي ما عندوش شي ياكل من عنده كاع وتيمشي. السيد سخي سخي وظريف وولد الناس. تقدر تقول الناس اللي كيشوفوه اللي في الاستطاعة نتاعو يتعاون معاه راه من الأحسن ما نكرهوش الناس يتعاونوا معاه ويحيدوه من هذا. سي خالد انت كليان ديال با محمد؟ انا جاري سي با محمد جاري وصاحبنا. اييه شنو تقدر تقولنا عليه؟ هو سي عبد الله عمر هذا واحد راجل درويش وحداني كي تتشوفوا
وتيجي هنا تترزق الله تيبيع وش مع الناس الطاكسيات كذا تشوفوا تيمشي مال الطاكسيات تا هو تيجمع بلاصتو تينقي البلاصه وجارنا هنا وعرفتوا هنا لكم الى بحال هذا الحي هذا حي فيه الناس النصارى والناس القين يعني ما كان واحد الانسان اللي راه عمره دار راه ما يمكنليش ما غادي تخليه لانه عرفتي هنا الناس كيدي والسي احمد الله عمره دار وبحال هاد الناس هادو اللي خصهم يتعاونوا ما واحد الانسان اللي مرض نهار ما تلقاش هو غادي يخدم كاع وكيف كنقولوا وحدين واحد البركه يخلص لك راه يخلص واللي جا منه وساكن في واحد الا كان صبات هي الشتا تيقطع عليه السقف ساكن هي في بويز بحال هاد الناس اللي خصنا نتعاونوا معاهم فهمتي معاه ومريض وثاني حاجه هو مريض تيجي بعد خاطر بز منه مع الصباح تنتعاونوا معاه تيجي وتيقعد ما حيتو يتسارح ما حيتو يطيباتي ما حيتو زعما واحد الحاله نطلبوا من الله تعالى والماكله الله يشافي والله يسلم ماشي زعما هاد الماكله هي ماشي تمام بسيطه اللي عطى شي حاجه ديك الماكله تاعت اللي عطى شي حاجه لله واللي ما عطى شي حاجه لله وبزاف اللي خوان كاين اللي تياكل هو كاع راه كبير كبير والله ومحتاج وكاين سبحان الله كاع اللي تيجي بكاس تيجي تي زعما كاين واحد المعاناه فهمتي كيف تعرفوا كاين اللي تيعاونك وكاين اللي تيزيد تيأثر عليك لانه بحال هاد الناس هادو اللي خصنا نتعاونوا معاهم كنا ولا ما كنا بحال كنا ندور معاهم هادشي تنتعاملوا مع السي احمد ولا خصها شي عجله تنتعاونوا معاه فيها الله يجازيك بخير وحنا ما سنا فيه الله خير الله عمرها دار ومحتاج محتاج لانه الناس اللي بغا يشوف شو بحال هاد الناس اللي محتاجه شنو تقدر تقول الناس ونقول الناس الناس تشوف بعينيها والناس عطا تعرف كل شيء يبين انه تيقول لي الشمس ما تغطاش بالغربه الشمس ما تغطاش بالغربه وبحال هاد الناس راه كثار بحال هاد الناس راه تيعانيو كثار هذا 1% من هذا واحد بحال هذا الشكل هذا ونطلبوا من الله الاخوان اللي سخى الله بس بركه والناس اللي غني الله غني الله تعاون معاه وتشوف بحالو هو راه معروف وانتم الله يجعل فيكم الخير تنشكركم على هذا الفعل الخير شكرا الله يجزيك وتحيه لكم ونتمنوا السي احمد يكون هذا نداء واحد السيد المساعده مع السي احمد انه مريض مسكين وكي تنقولوا ولا توفر ليه كيبقى لك ماشي دار ولا دويريه شي حاجه طالبه بيت ويبيت في التقديه لو يسامي تيطلب غير بيت فين تفتر تيموت راه كافى راه لا فان تعطلي لو اللي جا راه صهرتي تيغلب كرا الشر والناس ما تيرحموش مالي اللي تيبكري والدور ولا في الفنا تلقاه ما تيرحموش بصح ما تيقولش هذا مسكين بحال سكلت السبيطار ما تيقولش هذا مريض لا اوه كلشي عنده تيشوف فيه الفلوس تيشوف فيه ويدي منه ولو تكون تطلع منه الروح وانتم الله يديم خلق شكرا السي خالد الله يديم خلق الله ينصر ملكنا امين يا ربي اش قلتي لي يا ابو احمد قبيله قلتي لا جا عندك الملك شنو تقول ليه نقول ليه بغيت هي شي بيتو وندوي دفتك ما بغيت والو صافي ما طلبتي حتى شي حاجه حتى والو ايوا كنتمنى من الله يشوفك شي محسن لما تمنى يشوفك شي محسن ان شاء الله ويعاونك ويعاونك في التفتيح ديال الفتق ديالك الناس اللي كيشوفوك شنو تبي تقول لهم قلت لهم العمل كتبت لهم العمل وراه احسن كما احسن الله اليك شكرا اللي عطاه الله من خطه خصو يشوف واحد اخر شكرا الله يجازيك بخير اتمنى الله يعزكم بخير نتوما الله يزيدك في الرزق تجري في هذا الخير هكا تجري في هذا الخير هكا الله غادي يخلصكم وكنتمناو غير نديرو هذا الفيديو ويشوفوا شي محسن ويعاونك ان شاء الله حتى انا غدرني خاطري الا درنا هذا الفيديو هذا وشافوك الناس وما عاونك حتى واحد غدرني خاطري بزاف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا زال الخير في امتي لا زال الخير في امتي ايوا الحمد لله شكرا بزاف بابا محمد منين عطيتينا من الوقت ديالك والله يسر لك هنا ان شاء الله نختموا الحلقه ديالنا كنتمنى ان حلقتنا الاعجاب ديالكم وتنتمنى ان تكون شي استجابه ان شاء الله ماشي غير تفرجوا في الفيديو صافي كنتمنى من الله ومن كل قلبي ان تكون شي استجابه لهذا السيد هذا نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع حلقه جديده اللهم يسر